تربية النحل في مملكة البحرين من المهن والهوايات التي بدأت بالانتشار بشكل أكبر خلال الفترة الماضية، وذلك مع ازدياد الرقعة الخضراء التي توفر البيئة المناسبة لتربية النحل. نعم، فالنحال البحريني جمعة حمادة يسهم وبتميز في تحقيق الأمن الغذائي وضمان ديمومة الإنتاج والموارد من خلال إنتاجه للعسل ومشتقاته بجودة عالية، وذلك بالطبع بعد سنوات من دراسة هذا المجال. هذه الصناديق الصغيرة تحمل في داخلها ممالك منظمة تنتج الغذاء والدواء والكثير، وتجمعها علاقة وطيدة مع النحال البحريني جمعة حمادة. هذه العلاقة نشأت إثر فضول الصغار واستمرت لتكون مصدر دخل وفير إلى يومنا هذا. أنا بديتها من حبيتها في كنت هني في المزارع من على ايام اجدادنا، فبداتها في حبيت النحل وشفتها في المدرسه عند استاذ يعلمنا تربيه النحل، هني صادني شغف في تربيه النحل، فبدات شغلات نسويها غير صحيحه. قمت اجيب لي كوارتين علب هم بربيها بشذي الطريقه اللي احنا نفكرها، فلا الطريقه هاي تريد تعلم تريد بحث، لين ما الحمد لله ماشي قاعد اواصل فيها تقريبا الحين 7 سنين امارسها وحابينها فلازلت الحين اطور انشطه واجد سويت منها الحين مناحل متنقله مناحل ثابته، الحين قاعد اسوي بعد معرض حق خاص الى النحل، معرض حق استقطب الاطفال استقطب المدارس اعلمهم حياه النحل عالم النحل. في السنوات الماضية ازداد الاهتمام في مملكة البحرين بالرقعة الخضراء والتشجير، وكانت المبادرة الوطنية الخاصة بتنمية القطاع الزراعي المساهمة الأكبر في زيادة إنتاج المناحل وتنويع مصادر العسل. مشروع التشجير اللي صار في البحرين أعطانا حافز وفرصة إلينا كنحالين إن ننتج عسال أزين وننتج عسال ما شاء الله كاثر منها. التشجير ما شاء الله صار في البحرين بشكل رهيب الحين، وكل المناطق الحين قاعدة تتشجر. في هذه المزرعة يوجد أكثر من 100 خلية نحل موزعة في الأرجاء، ويتم إنتاج 3 أنواع من العسل وهو السدر والربيع وأشجار القرم لإرضاء جميع الأذواق. في عندنا 3 مواسم اللي هو العسال البحرينية، عندنا عسل الخريف نجيب منه عسل السدر وعسل القرعيات، بعدين يجي عسل الربيع، عسل الربيع يجي منه عدة أشجار، يجي لنا بعدين عسل احنا نسميه عسل المنقروف اللي هو أزهار القرم. الخصائص والطعم المميز للعسل المحلي جذبت المواطنين والمقيمين والزوار له، وأصبحوا ينتظرونه في كل موسم. الحمد لله الحين قاعدين ننتج عسل العسل البحريني العسل العضوي، هاي العسل اللي هو اللي ننتجه من 3 أنواع. المواطنين بالعكس الناس تحب هاي شغلة العسل العضوي البحريني اللي يريدون يستفيدون من هذا العسل، هذا العضوي يستفيدون منه فياخذون حق الاستفادة والاستشفاء منه. تربية النحل تحافظ على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية لتسير الحياة بشكل طبيعي دون أي اختلال، فهذه الممالك الصغيرة مهمة ليس فقط للربح المادي، ولكن كمساهم مباشر في الأمن الغذائي والتنوع الحيوي الذي هو ركيزة من ركائز أهداف التنمية المستدامة. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.